هادو هنايا الخرفان الصغار الله يسخر الجميع. هادو كاينين في اناسي الرحبه ديال اناسي. شحال واصلين اخويا ارخص واحد واغلى واحد لحظتك؟ تقربوا 62 ونص. ارخ كل شيء هذا على هذا مهم هذا مع الناس. المهم كاينين في الرحبه ديال اناسي خرفان متوسطي الحجم ها هما 3100 3100 درهم. ها شوف شو مخوش اللهم يسر جميع. المهم اللي بغى شي حاجه مو ينقام راه هي موجود. ايوا كل الله يوجد الجامع كاع اللي ما عندوش الله يجيب لي يجيب لي شي رزيق ان شاء الله. عيد وديز خاصها الفلوس. الفلوس راه على كل شيء. اللي عنده مليار باغي جوج واللي عنده 1000 ريال باغي 4000. اي وغادا ايوا على المليح على المليح. واش كيسحاب انا شكرك الله انا كنوريكم. هادو كيتسموا صغار ياك اخويا عام هذا عندهم عام سنه جر 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 ها حسن شبارك الله الله يبارك عشية تبقى واسي ها انت شبارك الله صوري صوري من وجهك خلي يبان تبعي في فيسبوك معروف دخل حماد هادشي فيه تلقاه قول لنا شي مهم انتم الخوت سولنا الراجل كان مثلا ب 50 60 ولا ب 120 درا 120 خاصها 120 يعني سبب الغلاء اشنا هو؟ الماكله الماكله الدعم ما كاينش ما كاين لا دعم لا والو ما دايرش الدعم الدرويش الدرويش ما دايرش الدعم المسكين المسكين ما الدعم كيدو الناس التجار يعني الحولي كيتقام غالي كيتقام غالي عام وانت مقابله ضروري الدعم حتى لهذا العام انت صحاب العلف كل كيلو ب 100 كيلو ب 100 يعني حولي ياكلك 20 درهم في النهار حسب شحال من حولي يعني كاين المصاريف وزيد تقابلو خدمتو ميزانيتو. المهم هذا هو الراي ديال الناس اللي كيش يكسبوا وهذا هو اللي كاين. اي والله يسخر الجامعه نشوف